الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناعبة التطبيع والمجموعات على الأقل من حج فلسطين مذكورة. ما نقول للذين يتساءلون عما جرى يوم 7 أكتوبر؟ هذه كانت مقاومة لشعب يعني يرزخ تحت الاحتلال ويرزخ تحت الحصار ويعاني الأمرين. فالذين يتساءلوا عما جرى في 7 أكتوبر فليتساءلوا أيضا ماذا جرى قبل 7 أكتوبر. ل75 سنة ديال التنكيل وديال العصر وديال القتل وديال التهجير. ما يجري حاليا هي محاولات إعادة نسخ النكبة 48، ولكن هذه المرة بوسائل 100,000 مرة أقوى مما كانوا صهاينة يعني في 48، وبالتالي أصبحت جريمة التطهير العرقي لأن هي جريمة ضد الإنسانية تتحول إلى جريمة أكبر لأن هي إبادة جنس. العدد يعني من الموتى اللي كاينين حاليا تحت قنبلة جيش الاحتلال، جيش صهيوني للاحتلال، يعني هو جزء فقط لأنه جاي الاجتياح. فهذا كله بسلبية ما يسمى بالمنتظم الدولي الذي يكفي يعني بتصريحات يعني ولا يتخذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد لهذه الجرائم. كل الفخر والاعتزاز للمقاومة المسلحة وبطوفان الأقصى وكل يعني والمجد والخلود لشهداء هذه العملية والتضامن الكامل واللامشروط مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني سينتصر دام الوقت أو قصر. والمطبعين والتطبيع خيانة وفلسطين أمانة. نحن فخورون بما تحققه المقاومة الفلسطينية من انتصارات ليس فقط على الصهيونية وإنما ضد عملائها من الاستعماريين ومن حلفائه، وإنها لمسيرة حتى النصر. جزيل للشعب المغربي، شعب المغرب العظيم الذي عودنا دائما أنه يقف مع الحق، يقف مع القدس، يقف مع الأقصى. المغرب اليوم كله مجتمع لنصرة الشعب الفلسطيني، لرفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني. نحن على مفترق طرق، هناك من يريد إبادة جماعية للفلسطينيين وترحيلهم بالقوة، وهناك من يريد أن يقول للعالم أنه حان الوقت لوقف العدوان وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم وإقامة الدولة. هذه رسالة واضحة لا تقبل جدالا ولا تأويلا من الشعب المغربي الداعم بكل جوارحه للقضية الفلسطينية. هي فقط هذه المسيرة ربط الماضي بالحاضر. المغاربة كما تعلمون كانت فيه باب تسمى باب المغاربة، كانت شهادة على الجهاد. هذه مسيرة الشعب المغربي مع طوفان الأقصى، مع الشعب الفلسطيني الصامد ومع المقاومة الباسلة وضد التطبيع. هي رسالة من الشعب المغربي أنه يرفض المجازر الصهيونية ويرفض ويدين التحالف الغربي بقيادة الإدارة الأمريكية الذي يتحالف ضد الأبرياء المدنيين في غزة. وهي رسالة أيضا إلى كل العملاء والمطبعين أن الشعب المغربي يرفض هذا المسار ويطالب بالتراجع عنه. وهي رسالة أيضا لمزيد من التضامن والصمود مع شعبنا الفلسطيني في جميع أراضيه المحتلة في القدس وفي الأقصى، وأيضا عهدا على الصمود وتحية لكل المقاومة الباسلة في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية. أنا في الرباط من أرض المغرب، أرض باب المغاربة، أرض حارة المغاربة، مع فلسطين، مع المقاومة. يعني نهنئ المقاومة الفلسطينية على إنجازها التاريخي، ونقف مع غزة التي تتعرض
قصف همجي من قبل الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، ونقول أن من حق المقاومة أن تقاتل المحتل المغتصب للأرض. هذا حق مشروع، حق شرعي وقانوني للمقاومة، كما كانت المقاومة عبر التاريخ في المغرب، كنا مستعمرون وكذلك دول أخرى عربية وإسلامية وغيرها، فيتنام، أفغانستان، وكلها شعوب كلها تقاوم المحتل بكل الأشكال والوسائل التي بين أيديها. فهذا حق المشروع الذي ينبغي أن يجرم، الذي ينبغي أن يندد به وأن يواجه، هو هذه الجرائم البشعة الصهيونية التي تقتل الأطفال وتقتل النساء وتهدم البنايات على رؤوس أصحابها. فإذا هذا نبض الشعب المغربي، هذا قلب الشعب المغربي المناصر لفلسطين، ولا يعني التفات لأصوات النشاز في وطننا التي تؤيد الكيان الصهيوني. المسيرة اليوم هي الموقف المغربي الشعبي الحقيقي وإجماع الشعب المغربي على مناصرة المقاومة الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني. مسيرة اليوم هي تمديد الشعب المغربي بالمجازر الإرهابية التي يقترفها القوى العدو الصهيوني بتحالف مع قوى الشر في حق شعبنا الفلسطيني في غزة. مسيرة اليوم هي استمرار للمواقف الثابتة للشعب المغربي في مناصرة القضية الفلسطينية بغض النظر عن الخلفية السياسية داخل القوى الفلسطينية. أولاً، هذه المسيرة تتأكد على أن الشعب المغربي معبأ للاستمرار في مساندة القضية الفلسطينية، وأنه واعي بالتحولات التي تتعرف القضية الفلسطينية، وأن الموضوع يعني الأحداث الأخيرة في غزة ما هي إلا واحد المؤشر على أن الاهتمام والانتماء للقضية الفلسطينية هو مسألة أصيلة بالنسبة للشعب المغربي. طبعاً الحال هذه فرصة لإدانة ديال الغطرسة الصهيونية، وهذه الغطرسة ما هي إلا نتيجة الصمت المنتظم الدولي والمخجل، وأيضا تواطؤ وسائل الإعلام الغربية للتغطية على الجرائم التي ترتكب الآن في غزة، واللي هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بكل ما تحمل الكلمة معناه.